في بعض الحالات آخر الحديث يقال أنه بعض الناس بيعمل خير بس أيضاً عامل السبعة ذمتها بيعمل شر، مثل واحد يسرق ويصدق، بيغش وبيروح للحج وما إلى ذلك. يأتي بعض الناس يوم القيامة وأعماله مثل الجبال، أعمال الخير، الناس بحيث تغبطوا، هذا راح يركض ركض للجنة. ويأتي أصحاب الحقوق، يا ربنا أعطنا حقها، حقنا من هذا الشخص اللي ظلمنا. الله بيقول معلش، ما في لا دولارات ولا دنانير ولا ليرات، خذوا من حسناته في مقابل حقه، حقوق الناس. ويأتي أصحاب الحقوق وهم كثر لأن ظالم كثير، فيقول الملائكة يا رب لقد فنيت حسناته وطالبوه كثير بعدهم على بالدور لما مسكين دور هكذا. فيقول الله أضيفوا من سيئاتهم على سيئاتهم. هاي بتسوى واحد يقعد يظلم له هيك 10 ليرات هون أو ضربة هون أو بشتمة هون أو هذا؟ الله يمكن ما ترك أغلب القرآن يحكي لنا عن يوم القيامة. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.